السيكوريتيز من ابو ظبي ان تقديراتنا بالنسبه للباوند هذا الصباح تشير بوجود اجواء سلبيه طالما بقيت الاسعار تحت مستوى 57.19. في الواقع هناك اشارات متضاربه في السوق بشكل عام هذا الاسبوع، وتشير تقديراتنا الى استقرار الاسعار كما نرى في البيان الفني الاول. فبالفعل لم تتغير الاسعار بشكل ملحوظ يومي الاثنين والثلاثاء، فقد سجل الباوند اقل نطاق تداول له، كما تراجع الاتجاه الإيجابي في السوق، وهذا يحذر من ضعف رغبة الشراء عند المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك أن النمط العام للتداول يؤكد هذا الاتجاه السلبي، فقد رأينا من خلال البيان الفني الثاني أن منذ يونيو توقفت رغبة الشراء فوق مستوى 1.57، وقد رأينا ذلك في الأسبوع الماضي ويوم أمس. من هنا أقول أن طالما بقيت الأسعار تحت مستوى 57.19 فالأجواء سلبية، والمستويات المستهدفة هي 56.20 ثم 56 وصولا إلى 55.77، وهي أدنى مستويات التداول يوم الجمعة. شكرا.